من 2014 إلى الآن تم تمويل تقريبا 20 مشروع فقط، وهاي المشاريع يعني ما تسوي نهضة صناعية، يعني منها عدا معمل الإسمنت يعني في كربلاء والأنبار، هذا حسب تقارير وزارة الصناعة. من ضمن هاي المشاريع المهمة اللي تم تمويلها بالمبادرة الصناعية هو أفران صمون باب الأغا، وأيضا تمويل معامل ماء، ويعني هاي برعاية يعني بالمشاركة مع البنك المركزي. نعم استاذ ياسر، صمون باب الأغا هذا قطاع خاص مو حكومي. بس تم تمويله من المصرف الصناعي. خلنا اقول لك شيء، يعني من 91 نعم بالحصار دمرت معظم معاملنا زين، وبالضربات المباشره، ثم بال 2003 ايضا ضربات مباشره صارت على بعض المعامل، بعدين القاعده وداعش وبعدين التحرير. المشكله انه بال 2017 ولا عندنا معمل واحد يشتغل. وبال 2017 بدينا نعيد تشغيل المعامل. زين الوزراء عفوا استاذ 250 معمل استاذ العزيز استاذ ناصر اذا تسمح لي. نعم. احنا من 2003 او من اول حكومه انتقاليه صارت عندنا بيها وزير صناعه، هذول الموظفين كانوا يسوون رؤساء الاقسام مدراء الشعب المدير العام، لما انت تقول لي لحد 2017 ما عندنا مصنع يشتغل. من 2008 نعم الى 2014 عندنا معظم المعامل تشتغل استاذ ياسر. نعم بس انت ما سمعت كثير نتيجه داعش، لذلك انا طلبت منك وسالت سؤال توضيحي في سبيل ذلك ما وصلتني على المتواصل للناس. تفضل. كل الحياه توقفت ب 2014 نعم. 2016 نعم. نعم 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 ومن ضمنها المعامل من تتوقف تندثر، فلازم ترجع لها صيانه جديده وتاهيل جديد. نعم احنا بال 2017 صار حمله جيده، وبالمناسبه كان وزير الصناعه هو دوله الرئيس الوزراء الحالي. ومن 2017 شوف المؤشر السلبي، من 2017 الى الان احنا سنه عن سنه نتطور حوالي 14 الى 16%، ومع ذلك بعد وضعنا جو الصفر. احنا يرادلنا فتره ويرادلنا دعم من الدوله.